بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي دارسي برنامج المعاملات المالية والتجارية مركز التعليم المفتوح جامعة القاهرة، يسعدنا في لقاء جديد من مقرر استخدام الحاسب الآلي في المحاسبة والمراجعة والتكاليف والمحاسبة الضريبية والحكومية، أن نستكمل باقي الأجزاء المتعلقة بالمنهج. والنهاردة إن شاء الله هنبدأ في شابتر رقم 9 والمتعلق بالبروجرامينج بروسيس، عملية إعداد البرامج. في البداية بنبدأ في استعراض النقاط الرئيسية اللي بتتضمنها هذه الجزئية. فأول نقطة بنتكلم عن what programmers do، يعني ايه المهمة او الوظيفة او الشغل اللي المبرمجين بيعملوه. بعد كده بننتقل لعملية البروجرامنج نفسها، the programming process، فبنشوف فيها ايه الخطوات الاساسية اللي بتمر عليها عملية اعداد البرامج. هما طبعا 5 خطوات اساسية. الخطوة الاولى تتعلق بـ defining the problem، يعني التعرف على المشكلة. بعد كده الخطوة رقم 2 planning the solution، عملية التخطيط للحل. بعد كده بتيجي عملية coding the program، يعني كتابة البرنامج. بعد كده testing the program، يعني ان انا بعمل تيست للبرنامج، بختبره على اساس ممكن يكون فيه اي اخطاء من اي نوع. واخيرا بعمل documenting للبرنامج، بمعنى ان انا بوثقه. بعد كده بنشوف النقطة الاخيرة المتعلقة بالبروجرامينج لانجوج او لغات اعداد البرامج. طيب لو بدينا في اول نقطة عندنا what programmers do، الناس المبرمجين دول بيعملوا ايه، فبنقول in general بصورة عامة the programmers job، وظيفة او مهمة المبرمجين is to convert، ان هم بيحولوا problem solution، يعني حل المشكلة، into الى ايه، مجموعة من الانستراكشنز، يعني مجموعة من التعليمات فور ذا كمبيوتر، للحاسب بيشوفوا حل المشكلة بيسوقوه في مجموعة من الانستراكشنز او مجموعة من التعليمات، بحيث ان التعليمات دي الحاسب بيقوم بتنفيذها. طيب لو اتكلمنا على البروجرامينج بروسيس، عملية اعداد البرامج، البرامج بروسيس في الواقع بتتضمن 5 major steps أساسية، يعني 5 خطوات أساسية بتمر عليها عملية إعداد البرامج. ال5 خطوات دول زي ما قلنا حالا، الخطوة الأولى defining the problem، يعني بنتعرف على المشكلة، إيه المشكلة اللي انا عايز اعمل لها برنامج، ايه الهدف من البرنامج، ايه الانبوتس اللي هتجيني، ايه الاوتبوت اللي مطلوب مني، على اساس ان انا بنتهي من هذه الخطوة بتعرف كامل للبروبلم اللي انا بصدد اعمل لها بروجرام. طيب الخطوة التانية اللي هي planning the solution او التخطيط للحل، هذه الخطوة في الواقع بتسبق عملية الكودينج بتاعة البرنامج، بتسبق عملية الكتابة، على أساس إن أنا يستحسن قبل ما أبدأ أخش في كتابة أو كودينج البرنامج بتاعي إن أنا أعمل له درافت، تخطيط، بلانينج للسوليوشن، بفكر كده بس تفكير مكتوب، البرنامج بتاعي هيمشي إزاي، خطواته إيه، هيتضمن إيه، على اساس ان انا بجمع فكرة البرنامج كله في دماغي. بعد كده ابدأ في الخطوة الثالثة فعلا بقى في الكتابة الفعلية
للستيتمنتس للعبارات اللي هيتضمنها البرنامج، فبنقول ان دي خطوه بنسميها كودينج ذا بروجرام، يعني كتابه الايه؟ البرنامج. بعد ما بكتب البرنامج وقبل ما ابدا في تنفيذه يستحسن برضو ان انا اعمل له تيستنج، اختبره تيستنج ذا بروجرام، على اساس ان من الجائز ان يكون في اي خطا من اي نوع، نسيت حاجه، نسيت خطوه، فبعمل تيستنج للبرنامج على اساس اتاكد ابقى شور ان هو خالي من اي ايرورز. واخيرا بعمل البرنامج بتاعي دوكيومنتيشن او دوكيومنتنج ذا بروجرام، بمعنى ان انا بعمل له توثيق، اوثقه بقى ها في وثيقه كده احتفظ بيها عندي. الوثيقه دي بتساعدني زي ما هنشوف بعد كده في حاجات كتير. طيب لو استعرضنا بعض الخطوات الاساسيه في الخمس خطوات دول، فطبعا الخطوه الاولى اللي هي ديفايننج ذا بروبلم دي اتكلمنا فيها خلاص، ان انا بتعرف على الهدف وبتعرف على الانبوت وعلى الاوتبوت. تمام. بتيجي الخطوه الهامه جدا 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 اللي هي بلاننج ذا سوليوشن، ودي في الواقع يمكن بيتوقف عليها بعد كده البرنامج بتاعي هيكون يعني سليم وكامل ولا لا. فبلاننج ذا سوليوشن او التخطيط للايه؟ للحل. في مجموعه متعدده او انواع متعدده، طرق متعدده للبلاننج، بس في يمكن ثلاث طرق اساسيه، 3 common ways of planning the solution to a problem. تمام. في ثلاث طرق اساسيه بستخدمهم يعني انا كراجل واضع برنامج في عمليه البلاننج. يمكن الثلاث طرق دول، اول واحده فيهم تو درو فلوت شارت او بروجرام فلوت شارت، ان انا بعد خريطه اسمها خريطه تدفق برنامج. ويمكن الطريقه دي يعني من اشهر الطرق المتداوله ما بين واضعي البرامج، ويمكن برضو هذه الطريقه هنفرد ليها حالات تطبيقيه حالا. او ان انا استخدم طريقه ثانيه تو رايت اسودو كود، ان انا بكتب كود مستعار او كود مشفر. وفي طريقه الثالثه والاخيره تو يوز الاستراكشر بروجرامنج ديزاين، ان انا استخدم اسلوب البرامج الهيكليه. فالثلاث اجزاء الثلاث طرق دول برضو عايزين نتعرف عليهم دلوقتي، ولكن بنقول تاني ان الطريقه الاولى للبروجرام فلوت شارت او درو بروجرام فلوت شارت دي الطريقه اللي هناخدها بصوره عمليه ويا بعض. طيب الفلوت شارت الطريقه الاولى الهامه زي ما قلنا، الفلوت شارت ببساطه از ا بكتوريال ريبريزنتيشن، يعني عرض عن طريق الرسم، اوف ستيب باي ستيب سوليوشن لخطوات الحل تو ا بروبلم، لحل المشكله. ويمكن هنكتفي بالسطرين دول دلوقتي، على اساس حالا بقى هنمسك الفلوت شارت دي ونقول بتتعمل ازاي، وايه الريبريزنتيشن بتاعها، وايه السيمبلز بتاعتها، وناخد كمان عليها حالات تطبيقيه. بس هو مبدئيا دلوقتي بنقول انها عباره عن بكتوريال ريبريزنتيشن، يعني عرض عن طريق الايه؟ الرسم. طيب الطريقه الثانيه اللي هي السودو كود او الكود المستعار، الطريقه دي برضو هي من الطرق اللي بتستخدم في عمليه الديزاين للسوليوشن بتاعي، بس مش عن طريق الرسم، يعني مهاش دياجرام، ولكنها عن طريق الكتابه، يعني بكتب عبارات. فلذلك السودو كود بنقول از ان انجلش لايك واي، يعني بتكتب زي كانك بتكتب عبارات باللغه الانجليزيه. اوف ريبريزنتيشن ذا سوليوشن، تمام، علشان نعرض الحل يعني بتاع المشكله بتاعتي تو ا بروبلم، بس عن طريق الايه؟ الكتابه بالعبارات الانجليش لايك واي. تمام. لذلك وهو بيعتبر يعني اتس كونسيدر، خلينا بالنا من الكلام ده، يعتبر فيرست درافت، يعني هو بيعتبر مسوده اولى للبرنامج. يعني اوعى تفتكر ان سودو كود ده هو اللي انت هتطبقه على الحاسب بتاعك، لا، ده لا يعتبر درافت، مسوده اولى بيكوز ان السودو كود ده ها لازم eventually has to be translated، لازم اترجمه into a programming language، لازم اترجمه بعد كده
الى لغة من لغات الحاسب، فده بيعتبر مسودة للبرنامج بتاعي، تمام، زي مسودة الاجابة كده اللي انت بتعملها مثلا لاجابة اي سؤال في الورقة. بعد كده بتمسك المسودة دي تصغها بقى بعد كده في صورة الحل النهائي، هو ده برضو اللي انا بعمله، ان انا بعمل مسودة للبرنامج في صورة السودو كود، وبعد كده ببدأ بقى اترجم بقى اصيغ الكلام ده الى لغة من لغات البرامج. لذلك بنأكد تاني ان السودو كود كان نود بي اكسكيوتد باي ا كمبيوتر، السودو كود مش هو ده اللي هيطبق على الكمبيوتر، السودو كود كان بي ترانسليتد، ممكن ان انا اترجمه انتو ا فرايتي اوف بروجرامينج لانجويج، يعني اقدر اترجمه الى انواع عديده، تشكيله عديده من من لغات البرامج زي لغه الباسكال او كوبل او ما الى ذلك. طيب بعد كده بيجي الطريقه الثالثه اللي هي الاستراكشر بروجرامينج ديزاين، اللي هي البرامج الهيكليه. ببساطه الاول دي بتقسم البرنامج، بتكسره، بتجزئه الى مديولز صغيره، على اساس ان البرنامج اما يكون كبير شويه انا بحاول اجزئه الى اجزاء صغيره عشان بس احصر تفكيري بدل ما انسى جزئيه. فلذلك بنقول الاستراكشر بروجرامينج از تكنيك، ان هو ده اسلوب الفيزيكس على ايه؟ على بيركز على بريكنج ا بروجرام. شو بريكنج؟ بيكسر، بيجزأ انتو لوجيكال سيكشنز الى اجزاء منطقيه باي يوزنج سيرتن بروجرام ستاندرد، طبعا عن طريق يعني معايير ايه محدده. فبعمل بريكنج للبروجرام الى لوجيكال سيكشنز صغيره كده. الاستراكشر بروجرامينج دي يعني تعتبر ميثودولوجي، تمام، بتركز على البرامج الرئيسيه بتاعتي، فبنستخدم فيها في الواقع ثلاث يعني اساليب في ثلاثه من بروجرام ديزاين كونسبتس فيها، وبرضو نخلي بالنا نعرفهم هم ايه الثلاث اساليب اللي بيستخدموا في اعداد الاستراكشر بروجرامينج ديزاين. في الاستراكشر شارت اللي هي الخرائط الهيكليه، في الكنترول شارتس، تمام، اللي هي خرائط التحكم او المراقبه، في النوع الثالث اللي هو السنجل انتري والسنجل اكزيت، اللي هي الخرائط اللي هي الدخول والخروج لمره واحده. دي الانواع الرئيسيه للاستراكشر شارت بتاعتنا. ودلوقتي بقى عايزين نرجع مع بعض للنوع الرئيسي اللي احنا قلنا عليه اللي هو البروجرام فلو شارت، وقلنا هو ده النوع اللي هناخده بصورة عملية وناخد عليه حالات تطبيقية. طيب يستحسن في البداية قبل ما نتكلم عن الحالات التطبيقية ان احنا نشوف الاول البروجرام فلوت شارت دي بتعد باستخدام ستاندرد سيمبلز. عايزين نتعرض للستاندرد سيمبلز دي. فالرمز الاول اهو ده اول رمز عندي، يعني عامل كده زي الاسطوانة، ده رمز البداية او النهاية. يعني جوه هذا الرمز انا ما بكتبش فيه غير احدى كلمتين، اما start يعني نبدأ، او stop يعني ننتهي. فهذا الرمز في الواقع ما بيتكررش في البرنامج عندك غير مرتين، مرة في بداية البرنامج ومرة في نهاية البرنامج. فالبرنامج له بداية واحدة وله نهاية واحدة. الرمز الثاني المتعارف عليه، هو مش كتير الرموز، يعني هو عامل كده زي متوازي الأضلاع، ده رمز المدخلات والمخرجات. يعني أنا بستخدم الرمز ده اما يكون في عندي امر ادخال، يعني مثلا ريد، يعني بقول له هتقرا حاجه، او عايز اخرج منه حاجه فبقول له برنت يعني اطبع. يبقى انا بكتب جوه هذا الرمز اما ريد او ايه او برنت، تمام. طيب
الرمز اللي بعد كده رمز المستطيل او يعني المربع لو طلع معاك، بس افضل يطلع مستطيل. ده رمز التشغيل، يعني العمليات الحسابية. يعني هنا بقول له اجمع، اضرب، اطرح، اعمل معادلة، احسب الاجر، احسب معرفش ايه، تمام؟ يعني اي arithmetic calculations بتتعمل جوه هذا الايه؟ الرمز. بعد كده بيكون عندي رمز المعين، وده رمز مهم جدا، تمام؟ ده رمز السؤال او القرار او المقارنة، يعني بسأل الحاسب على حاجة والرمز ده لازم يطلع منه اجابتين، لا واحدة ولا تلاتة، اما يس يعني نعم او نو يعني لا، تمام؟ فخلي بالنا لازم يطلع منه الاجابتين، لان كل اجابة منهم في الواقع بتوديني في مجموعة من الاجراءات. يعني بقول له ان كيس يس يبقى اعمل كذا وكذا وكذا، اما لو طلعت نو يبقى اعمل كذا وكذا وكذا. يبقى بالتالي حضرتك لو نسيت واحدة منهم يبقى انت نسيت جزئية كاملة من جزئيات الايه؟ البرنامج. يعني دي الرموز الاساسية، فيما عدا هذا بيكون عندك بقى رمز السهم، ده الاتجاه الدايركشن، وممكن بيطلع عندك رمز الحلقة كده الصغيرة، تمام؟ اللي هي تعتبر حلقة اتصال، ودي بتستخدم في يعني وصل اجزاء الايه؟ البرنامج بايه؟ ببعضها. دي الرموز الاساسية اللي بتستخدم عند اعداد الايه؟ الخريطة. طيب علشان ننفذ الخريطة تعالوا بينا كده نبدأ في اول حالة يعني بسيطة عندي، تمام؟ يعني تعرفنا بس الايه؟ الخريطة بتمشي ازاي. فبنقول draw a program flow chart، يعني ارسم خريطة تدفق برنامج، to calculate علشان نحسب فيها the amount of interest يعني الفايدة، for bank saving accounts لحسابات توفير بنوك. يعني في ناس فاتحة حسابات توفير في البنوك والمطلوب مني ان انا اعمل برنامج عشان يحسب لي الانترست او الايه؟ الفايدة. طيب the interest rate معادلة للفايدة كان اي نسبة يعني بتعطى للايه؟ للحاسب، كذا في المية، 8% او ما الى ذلك. و the old balance يعني الرصيد القديم، for each account لكل حساب، the computed interest الفايدة اللي حضرتك هتحتسبها، and the new balance الرصيد الجديد بعد الفايدة is to be printed عايزينها تطبع، ده الاوتبوت بتاعي يعني on customer statement في كشف الايه؟ العملاء. يبقى خلي بالك العملية الحسابية يعني بسيطة جدا جدا جدا. انت عندك ناس فاتحة حسابات توفير في بنوك عايزين نحسب لها الانترست ايه بتاعتها. فالانترست ببساطة شديدة الفايدة لو سميناها مثلا اي بدل ما نكتب كلمة انترست، دي هتساوي ايه؟ هتساوي الاولد بالانس، هنديله مثلا رمز الاو، مضروب في الريت، هنديله مثلا رمز الار. يعني لو واحد مثلا فاتح حساب ورصيده 1000 جنيه والفايدة 8%، يبقى الانترست هتساوي الرصيد القديم اللي هو ال 1000 جنيه في 8%، تطلع 80 جنيه. طيب بعد ما بحسبها بحسب النيو بالانس اللي هو مثلا لو ادينا له رمز الدبليو، تملي كده هنبقى ندي رموز واحنا كده بنحل في التطبيقات والامتحانات. هقول لك ان بدل ما تكتب مثلا نيو بالانس هكتب لك بين قوسين ده رمزه دبليو مثلا، مش انت اللي تختاره، اطمن يعني. هيساوي ايه؟ هيساوي الاولد اللي هو ال 1000 جنيه زائد الانترست اللي هي ال 80 جنيه، يعني الرصيد الجديد هيبقى 1000 وايه؟
وثمانين. دول عمليتين التشغيل في الواقع اللي الحاسب ها يعملهم او البرنامج هيصمم عشان يتعملوا. فواضح طبعا ان عملية بسيطة. تقول لي يعني طب والكلام ده مستاهل حاسب ومستاهل برنامج؟ انت ما تبصش ان العملية سهلة. ما هو الحاسب انا مش بستفيد منه بس في العمليات الرياضية المعقدة. ما هو طبعا لو عملية رياضية معقدة هيفيدني جدا بس برضو حتى لو عملية حسابية سهلة زي كده، بصفر انت عندك 10,000 حساب مفتوحين، انا لو عملتهم على ايدي هياخدوا مني وقت، تمام؟ بينما من المميزات الاساسية الكاركترستيك الاساسية للحاسب اللي اخذناها حتى في شابتر 1 سبيد السرعة، ان هو ممكن لو انت عندك برنامج وفي البيانات بتوع الالف حساب ولا العشر تلاف حساب دول، فعلى طول تلاقي الحاسب قادر ان هو ينجز لك الايه الكلام ده بسرعة عالية جدا جدا. فانا غير الدقة وغير انه يقدر يخزن برنامج وغير انه يعمل عمليات اريثماتيك ولوجيك صعبة، لا انا كمان بستفيد منه زي ما قلنا في شابتر 1 بعملية الايه السرعة. بس نخلي بالنا بقى الـ 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 الحاسب بيشتغل وفقا لستيبس محددة، يعني لازم نفهم هو بيشتغل ازاي وطبيعة الاستراكشنز التعليمات ازاي بتمشي واحدة واحدة. يمكن هتحس في البداية تقول ياه ده يعني ايه التعليمات الايه التفصيلية دي. معلش خلي بالك الحاسب هيبقى غير ملام لو حضرتك اغفلت اي تعليمة. هو بينفذ اللي انت بتقوله عليه، بتقول له على خطوات صح هينفذ لك صح، قلت له على اي خطوه غلط هو ما بيفهمش. هو منفذ جيد جدا 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 جدا، فهينفذ الخطوات اللي انت بتقولها له. لذلك يمكن عمليه ان انا قبل ما اكتب البرنامج بعمل درافت كده او بعمل بروجرامنج فلوت شارت، تخطيط ديزاين بلاننج للحل ده، علشان قبل ما اكتب البرنامج وادخله للحاسب انه ينفذه اقيم كده الموقف واشوف الخطوات كده تمام، خلاص تاكدت ان مفيش اي حاجه انا ناسيها، ابدا بقى فعلا ايه يعني اكمل كتابه البرنامج واشغله، وان شاء الله طبعا يطلع سليم بدرجه 100%. طيب عايزين نشوف بقى ازاي انا بقدر ان انا اعمل البروجرام فلوت شارت بتاعتي دي. في البدايه خالص اول حاجه لازم نخلي بالنا، اقول اول خطوة استارت، تمام؟ ابدأ، دي بداية البرنامج، تمام؟ حاضر ابتدينا. اعمل ايه؟ انا دلوقتي بدأت اشتغل اهو. طيب انا دلوقتي عندي زي ما قلنا في المرة اللي فاتت الميموري فيها كل البيانات وكل الفايل بتاع العملاء، فالميموري فيها فايلات كتيرة جدا جدا جدا. فأنا أول أمر تمام بديه هو إن هو يبحث عن الفايل اللي أنا هشتغل عليه. أنا مثلا هشتغل دلوقتي على فايل إيه؟ العملاء. فباجي بديله أمر مدخلات أهو اهو، هقول له فيه استرجع ريتريف، او اختصارا بكتب ريت ار اي تي، بس احط في الاسطوب عشان انا بختصر، ريت ذا فايل. يعني ايه ريت ذا فايل؟ يعني استرجع، معلش انا اول مره برضو هكتب لك كده يعني الاوامر بالعربي عشان تخلي بالك معايا، استرجع الملف، تمام؟ استرجع الايه؟ الملف. حاضر، يروح مدور في الميموري فين ملف العملاء اهو، يروح مسترجعه اهو. انا دلوقتي حاطط ايدي ها على الايه؟ الملف بتاع العملاء، عايز اعمل ايه تمام فيه؟ هقول له حاضر. في المحاضرة اللي فاتت كان الدكتور قال لي ان الملف المفروض بيتكون من مجموعة من الريكوردز. ما احنا قلنا ايه المرة اللي فاتت لو نفتكر؟ ملف زي العملاء، الناس اللي فاتحة حسابات، كل عميل له ريكورد
في البيانات بتاعته. فخلي بالك العمليات اللي الحاسب هيعملها في البرنامج مش بتتعمل على الملف كله مرة واحدة، لا، على ريكورد ريكورد. يعني لازم يمسك الريكورد الاول، العميل الاول، يشتغل عليه ويحسب له فايدته ويحسب له رصيده الجديد، وبعد كده يبدأ يشتغل على الريكورد اللي بعده، يسحب الريكورد بتاع العميل رقم 2، وهكذا الى ان ينتهي من كل الريكورد بتاعت الملف. معنى هذا ان دلوقتي اما يجي يقرا هدي له امر القراءه اهو، تمام، هاجي اقول له ريد ريد، يعني اقرا ريد ريكورد، يعني اقرا اول ريكورد عندك. حاضر، مسك اول ريكورد ويقراه. ماشي، انا قريت اول ريكورد، عايز اعمل ايه؟ هاجي والله هنا بس هضطر اساله سؤال، يعني هعرف قيمته دلوقتي. هاجي هقول له هل ده end of file، اي او اف اختصارا، end of file، يعني هل ده اخر الفايل بتاعك، الفايل خلص؟ طبعا هيقول لي نو. طبعا ده انا لسه بقول يا هادي، ده لسه اول ايه ريكورد بقراه. هقول يا سيدي بس ما انا عارف، انا عارف، خليك بس معايا. طيب انا بس حطيت لك السؤال ده عشان هستخدمه استخدام معين بعد كده. هقول له طيب انت قريت بقى اول ريكورد؟ اه قريته. طب يا عم كمبيوتر انا هكتب لك في البرنامج خطوتين تشغيل اهم زي بعض، بروسيسنج اهم اهم اهم، تمام. هقول له احسب لي الاي اللي هي الانترست، يقول لك طيب انا ما اعرفش حاجه اسمها اي، اعمل ايه يعني؟ اقول له شهر. ماشي اوكي، انتهات الاولد الرصيد القديم اللي انت قريته اضربه في الريت في 8%، بسيطة، عمل كده. بعد كده هقول له طب احسب لي بعد كده الدبليو او النيو الرصيد الايه الجديد، برضه هو ما يعرفش، لازم تقول له. وخلي بالك الدبليو ده النيو ده هتحسبه ازاي يا استاذ؟ هتجيب لي الاولد، تمام، اللي هو الرصيد الايه القديم، وبعدين تضيف لي عليه الانترست. ماشي ماشي، وبعد كده تطبع برنت 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 ايه؟ ما انت لازم تقول له برنت ايه ولا يطبع لك اللي عنده كله. هقول له اطبع لي برنت الاولد والاي والدبليو، يروح طابع لك الايه التلاته دول، وبعدين هدي له كده علامه كونكتور واقول له ثم روح للخطوه رقم 1. فين بقى الخطوه رقم 1 دي؟ فاكر عند الريد؟ اهي ادي الريد، اروح مدخل له كده سهم واكتب له عليها 1، يروح لاقي الواحد اهي، يخش عند ايه الريد، يروح قاري الريكورد اللي ايه اللي بعده، يندق فايل، لا لسه، حاضر، يبقى احسب واحسب واطبع وروح لواحد، يروح رايح لواحد يقرا الريكورد اللي بعده، يندق فايل لسه، ويفضل لافف ماشي ريكورد في ريكورد في ريكورد في ريكورد في ريكورد، لغايه ما هيجي في لحظه معينه عند يندق فايل دي، يدور ما يلاقيش، يقول لك يس، يعني ايه؟ خلاص انا قريت كل الفايل من اوله لاخره، ما عادش عندي ولا ريكورد، يبقى كده انا بطمن ان هو حسب اللي انا عايز احسبه على جميع الريكوردز، يعني لجميع العملاء، وطبع خلاص، يبقى انا مش عايز منه اي شيء غير ان انا اقول له استوب. خلاص كده البرنامج انتهى والغرض بتاعه انتهى، ودي تعتبر يعني
اول تجربة لينا في اعداد بروجرام فلوت شارت بسيطة لحساب الايه الفوائد. طيب ماشي. هو قبل ما انقل على يعني شكل يعني مش هنقول اصعب، يمكن هنقول اكثر استخداما شوية، هسأل حضرتك سؤال في الحتة دي بالذات. اي اما انت جيت تسأل علشان تحط نهاية للبرنامج، ولازم البرنامج يقفل معايا. يقفل معايا امتى؟ يقفل معايا اما هو يخلص كل الريكوردز. انا كنت بقفل بسؤال اللي هو اند اوف فايل، يعني هل الفايل خلص؟ ما بسألوش بقى انت قريت كام ريكورد، تمام؟ على اساس ان عدد الريكوردز بالنسبة لي يعني ما كانتش معلومة. فالسؤال اما باجي بسأله فبقول له اند اوف فايل، يقول لي اه ولا لا. طيب افرض حضرتك عندك عدد الريكوردز اللي بيتضمنها الفايل، يعني مثلا انا عارف ان الفايل ده فيه 1000 ريكورد، طيب مش يبقى افضل حتى من ناحية الرقابية ان انا بدل ما اسأله اند اوف فايل ما اسأله هل انت اشتغلت 1000 ريكورد؟ لو قال لي اه يبقى انا اطمن ان فعلا كل الريكوردز اللي موجودة عندي للعملاء ها تم تشغيلها وطلعت النتيجة بتاعتها. بس خلي بالك دلوقتي انت بتطلب من الحاسب انه يجاوبك على سؤال تقول له هل عدد الريكوردز اللي انت اشتغلتها كذا، تمام؟ عشان هو يقدر يجاوبك على السؤال ده يبقى كان لازم تديله امر ها انه هو يعد الريكوردز اللي بيشتغلها، يعني كل ما اشتغل ريكورد يقول كده اشتغلت 1 ريكورد اهو، اشتغل التاني يقول لك انا اشتغلت 2، التالت 3، الرابع 4، الالف 1000، علشان يكون جاهز ان هو يجاوبك على السؤال اللي انت هتغير صيغته. بدل ما تقول له اند اوف فايل، لا هتقول له هل انت اشتغلت كذا ريكورد. معنى كده ان انا دلوقتي لازم اعمل حاجه جديده عندي اسمها العداد او الكاونتر. يبقى انا دلوقتي لازم اشرح ازاي اقدر استخدم العداد او الايه او الكاونتر. طيب انا عشان استخدم العداد او الكاونتر هو في تعديل بسيط قوي قوي قوي، اضافه زنطوطه جدا 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 هنضيفها، نخلي بالنا بس من مكانها فين. هو انت عادي جدا مش بتقول ستارت، ماشي ستارت ما فيهاش اي جديد، بعد الستارت بتقول ريتريف، حاضر، ريت ذا فايل، المفروض هتقول له اقرا. لا، قبل القرايه بتديله امر بروسيسنج صغير كده بتقول له كاونتر، يعني العداد، او اختصارا ان، بدل ما تكتب كاونتر سي او يو ان تي اي ار اكتب ان يا سيدي وخلاص، ايكوال زيرو. يعني ايه؟ يعني بتديله امر احجز مكان عندك سميه كاونتر او ان اختصارا يعني، وتأكد ان قيمته زيرو، يعني مفيش اي ارقام متخزنة، على اساس المكان ده هو اللي انا هستخدمه بعد كده في عملية العد. امر بسيط، يقول لك حاضر، حجزنا الان وتأكدت ان ايه، ان هو قيمته زيرو، اوكي. بعد كده انت بتقول له ريد، اهو حاضر، ريد، ريد ذا ايه، ذا ريكورد، قرينا الايه الريكورد. بعد القراية المفروض ان انت بتيجي تسأله السؤال، هل ما قلوش اند اوف فايل بقى، ان ايكوال هما كام واحد مثلا، 1000؟ طبعا هيقول لك نو. هقول له طيب امر تشغيل تاني صغير،
ضيف على العداد واحد، ان ايكوال ان زائد ايه؟ واحد. وابدأ بقى استكمل بقية الاجراءات، كل حاجة زي ما هي. يبقى ايه الاضافة اللي انا ضفتها لو انا عايز استخدم العداد؟ هما امرين زيادة اهو. نخلي بالنا قبل القراية اهي، قبل القراية ان ايكوال زيرو، بعد السؤال ان ايكوال ان زائد واحد. السؤال في الواقع في مكانه، بس ما قعدش السؤال بقى ان دو فايل، لا السؤال بقى هل ان ايكوال كذا اللي هو العدد بتاع الريكوردات اللي انا هذكره لك في المسألة، وبيمشي بقية خطوات البرنامج كما هي. يبقى نخلي بالنا تمام، يعني حتى شوف كل الخطوات، حتى الايه الواحد اللي قبل الريد اهو، قبل الريد برضه، قبل الريد برضه ما فيش اي تجديد عندي خالص، هو زي ما قلت لحضرتك كده. قبل القرايه ان ايكوال واحد، بعد السؤال ان ايكوال ان زائد واحد، السؤال في مكانه هو هو اهو، بس صيغه السؤال اتغيرت، بدل ما كان السؤال اند اوف فايل يعني هل ده نهايه الفايل، اصبح لا، ما عدتش بسال كده. امال بقيت اسال ازاي؟ بقيت اسال هل العداد الكاونتر الان وصل معاك كذا العدد اللي انا هديه لك. طيب احنا عايز بقى ايه الكلام ده، يعني نظري كده ما ينفعناش، تعالى ناخد يعني حاله على ال 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 الكلام ده، والحاله دي يعني يمكن اتكررت في امتحانات كتيره زي ما هنشوف واحنا بنحل الامتحانات. فالحاله بنقول فيها درو ا بروجرام فلوت شارت، ارسم خريطه تدفق برنامج، تو كالكوليت علشان نحسب فيها زنت سالري تمام، يعني صافي الاجر، فور 300 امبلوي، 300 عامل او موظف. ده هنا في اختلاف، ان انا حددت لك عدد المفردات اللي انت هتشتغل عليها، عدد الريكوردز. المره اللي فاتت كنت بقول لك احسب الانترست لاكونتس، اكونتس عددها كام انا ما قلتلكش، ما اعرفش، لكن هنا طالما انا حددت لك ها عدد السجلات او المفردات اللي انت هتشتغل عليها، يبقى دي علامه عندك ان انت هتستخدم عمليه الايه الكاونتر. طيب حاضر تمام، ل 300 ايه عامل او موظف. طيب كل ريكورد، كل موظف عامل ريكورد هيكون فيه مجموعه من الانفورميشن اللي هشتغل عليها. ايه هي؟ وخلي بالك بقى زي ما المره اللي فاتت ساعه ما جيت احسب، انا اللي قلت لك او اي كنت بضربهم كايه، قلت لك لا المفروض يعني بعد كده انا اللي هقول لك اهو. فمثلا البيزك سالري يعني الراتب الاساسي تمام، بنديله رمز بي. انا بس بديك الرموز ليه؟ عشان يعني ما تكتبليش جوه الاختصارات دي، يعني ما تكتبليش جوه الرمز بيزك سالري يطلع يعني الكتابه كتيره، ويعني ايه الحروف تطلع بره، لا كفايه بي وخلاص. وانا اللي بايه؟ انا اللي بقول لك على الاختصارات مش انت. الايه ده اختصار السالري اديشنز يعني الاجر الاضافي. الدي اختصار الديدكشنز يعني الاستقطاعات من الاجر، اذا كان ضرائب، تامينات، ما اعرفش جزاءات. الاس ده النت سالري صافي الايه؟ ها؟ الـ الاجر. طيب الان الكاونتر، ده رمز الكاونتر العداد. هي بس المشكله كلها ان انا مديك الاستقطاعات الديدكشنز على معدلين. ممكن الديدكشنز تكون 10% لو البيزك سالري بتاع هذا الرجل ها يعني بيبقى اصغر من او يساوي 500، يعني لو البيزك سالري 500 فاقل، انا بكتفي ان انا احسب استقطاعات على العامل ب 10% بس. اما لو البيزك سالري ها اعلى من 500، اكبر من 500، فبرفع نسبه الايه الاستقطاعات الى 15 ايه في المية. طيب لا كده واضح ان الايه العمليه بقى فيها يعني شويه اجراءات زياده. هي بس عموما انا عندي معادله بسيطه جدا بحسب بيها الاجر اهو، ان النت سالري اللي هو اس هيساوي البيزك سالري الاجر الاساسي زائد
الاديشنز الاضافات اذا كان الاوفر تايم اذا كان اذا كان اذا كان اطرح منها الديدكشنز اللي هي الاستقطاعات. يعني ده الصافي اهو هيساوي الاساسي زائد الاضافي ناقص الايه الاستقطاعات، مش اكتر من كده الايه المعادله بتاعتي. هي بس المشكله ان الاستقطاعات انا مش مديها لك جاهزه، انا هخليك انت اللي تحسبها. طب هتحسبها ازاي الاستقطاعات؟ برضو انا بعمل كده درافت للحل اهو معاك على اساس اما اجي ابدا احل تبقى المشكله يعني خلصت. هو الله الاستقطاعات انا عاملها باحد معدلين، اما 10% او 15. طب امتى 10 وامتى 15؟ يبقى هنا في سؤال، يبقى معنى كده واحنا بنحل دلوقتي حالا اما اجي احسب الاستقطاعات هاجي في الواقع اساله هقول له هل البيزك سالري اقل من او يساوي 500؟ هيكون في احد اجابتين، اما يس او نو. لو يس يبقى ساعتها الاستقطاعات هتبقى 10 ايه في المية. لو نو كبير يبقى ساعتها الاستقطاعات هتبقى 15 في الايه ها في المية. ده يعني بس الايه يعني الحته الجديده شويه في الايه البروبلم بتاعتنا. طيب عايزين بقى نبدا كده مع بعض يعني واحده واحده نصيغ الايه الخريطه كده ويا بعض ونشوف نشتغل فيها ازاي بالخطوات اللي فاتت وبالاضافه اللي احنا ضفناها اللي هي المتعلقه بحكايه الكاونتر اللي هو قبل القرايه وبعد الايه السؤال. طيب نبدا كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى مبدئيا احنا بنقول ستارت اهي، بعدها بنعمل استرجاع ريت ذا فايل قبل ما نقرا امر التشغيل الصغير اعمل لي كاونتر وتاكد انه ايكوال زيرو. حاضر تمام، انا لسه ما عملتش حاجه خالص على فكره لغايه دلوقتي. طيب بعد كده يجي الدور على القرايه، هقول له حاضر ريد ذا ريكورد ارى. بعد القرايه مباشره بيجي السؤال، هقول له حاضر اهو هل ان ايكوال انا عندي كام موظف قايل لي ولا كام عامل؟ 300 نو او يس. طبعا يس نخلص بقى من الاول للي كده العمليه تبقى خلصت، هيبقى ستوب يعني عشان نبقى خلصنا جزئيه. نو يبقى الامر اللي بعده اهو ان ايكوال ان زائد ايه 1. خلي بالك لغايه دلوقتي انا ما حسبتش اي حاجه، يعني اي كيس هيبقى فيها عداد الخطوات دي ثابته ما بتتغيرش. لغايه دلوقتي انا ما اعرفش الخريطه ها او البرنامج بيتكلم عن ايه، دي الخطوات الثابته اللي قلت له ابدا استرجع تمام احجز عداد اقرا هل العداد وصل ضيف واحد على عداد، ودلوقتي هبدا بقى ان انا ها اشتغل هبدا ان انا اشتغل. طيب اشتغل يعني شوف حتى عشان ما تنساش جو تو وان اللي قبل الريد يا عم اهي. الله ده انا يعني كده الخطوات ثابته، ايوه ثابته، ما انا بقول لك ثابته. طيب نبدا بقى نشتغل. انت عايز ايه من البرنامج؟ والله انا عايز من البرنامج ان انا احسب صافي اجر. طيب صافي الاجر انا لسه قايل لك معادلته، ان انا بجيب البيزك اجمع عليه الاضافي اطرح منه الاستقطاعات. كل ده عندك؟ لا الاستقطاعات مش عندي. يبقى دي اول خطوه عندي اهي، هبدا احسب الاستقطاعات، ابدا احسب الايه الاستقطاعات. فالاستقطاعات هحسبها بسؤال اهي زي ما هو قايل لي، هل البيزك سالري
اقل او يساوي 500 جنيه، ممكن عامل يكون اه، ممكن واحد تاني يكون نو. حاضر. لو اه ان كيس يس، هقول له امر تشغيل يا استاذ اهو، الديدكشنز الاستقطاعات ايكوال، تمام، البيزك بس في نسبة 10%. بينما لو لأ، الراجل الأساسي بتاعه كبير، يبقى في أمر تشغيل مختلف، إن الديدكشنز الاستقطاعات هتساوي البيزك بس المرة دي في 15%. تمام، وكده ولا كده؟ كده ولا كده؟ لميتهم تاني، يعني انت حسبت الاستقطاعات اهي، سواء كانت على 10 او سواء كانت على 15، كده او كده، احسب لي صافي الاجر. يبقى بديله امر تشغيل جديد اهو، معادلة صافي الايه؟ الاجر اللي انا قلتها لك في الاول خالص، اي ان الاس اللي هو النت سالري ايكوال البيزك زائد الاديشنال مطروح منها الاستقطاعات، وبعدين هقول له البرنت، يطبع لك بقى اللي انت عايز تطبعه، ثم جو تو 1، يعني روح للخطوه رقم 1، تمام، ان هو يبدا يقرا ها ريكورد بتاع العامل اللي بعده، ويبدا يمشي في كل الاجراءات بتسلسلها كما هي، لغايه زي ما قلنا ما هيجي في وقت من الاوقات عند السؤال بتاع ان ايكوال 300، هيقول لك يس، يعني انا خلاص خلصت، فبقول له استوب، يبقى الموضوع كده انتهى والبرنامج انتهى. طيب دلوقتي ما فاضلش عندي غير يعني خطوة تانية إضافية ممكن تطلب منك في البرنامج. إيه هي الخطوة الإضافية؟ الخطوة الإضافية إن أنا عايز أحسب التوتال. إيه بقى حكاية التوتال دي برضو؟ دلوقتي أنت في البرنامج اللي فات كنت بتحسب النت سالري بتاع كل واحد، صح؟ وبتطبعه. طب هل يعني معقول ان انت بعد ما تخرج البرنت ده من الكمبيوتر انت محتاج التوتال بتاع الاجور؟ طبعا محتاجه. ممكن تطلع البرنت ده وتمسك الاله الحاسبه وتجمع؟ طب لا، طب انا محتاج التوتال بتاع الاجور على اساس يعني احطه على الاقل يا اخي في قائمه الدخل كمصروف من المصروفات. طب ما انا اقول للكمبيوتر يجمع، يعني هو ما يعرفش يجمع؟ هو يعرف يعمل كل حاجه، بس حضرتك اطلب منه، حضرتك اطلب منه. طيب انا دلوقتي في حالة زي اللي فاتت دي، هي هي في حالة زي اللي فاتت، هي هي، لو انا زودت طلب واحد في المسألة، يعني ايه؟ قلت لك احسب، بص كده انا هجيبها لك تاني يا سيدي اهي، احسب تو كالكيوليت ذا نت سالري، دروها بروجرام فور الاتصال، تو كالكيوليت ذا نت سالري، تمام، هضيف كلمة واحدة بعد النت سالري، اند توتال نت سالري، بس يعني احسب لي التوتال نت سالري كمان. الله، بس كده، بس كده، وبقيه الكلام هو هو بالظبط، هو هو نفس البرنامج، بس طلبنا فيه طلب واحد اضافي، ان انا احسب التوتال نت سالري كمان بالاضافه للسالري بتاع كل موظف او كل عامل. طب يا ترى ايه اللي هيجرى، او ايه الاضافه اللي هنضيفها لو احنا ها عايزين نحسب التوتال نت سالري بالاضافه للنت سالري بتاع كل موظف؟ نشوف ونركز مع بعض لو تكرمتوا. حاضر، احنا الاول بنبدأ عادي جدا اهو اهو، ستارت
عادي جدا. ماشي. بعد الستارت بنعمل امر الريتريف ريت ذا فايل. ماشي. بعد الريتريف احنا كنا بنعمل ايه؟ بنعمل حجز العداد الكاونتر ان ايكوال زيرو. ماشي. معاه في نفس اللحظه بالظبط بالظبط بنفس امر التشغيل اضيف امر زيه تماما، هقول له سم ايكوال زيرو. ايه بقى حكايه سم ايكوال زيرو دي؟ ها، يعني احجز لي مكان عداد كمان اكيوميوليتور. فاكر المره اللي فاتت ولا اللي قبلها اما قلنا ان الريجسترز بيكون فيها اكيوميوليتورز؟ اهو احجز لي مكان عداد تمام عشان هتجمع فيه. ماشي. طيب يبقى الوقت ادي الخطوة الاضافية اهي. طب وبعد كده هعمل ايه في المسألة؟ لا بعد كده امشي في المسألة عادي، بس خلي بالك اما تيجي تسأل على ان ايكوال 300 لو يس قول لي برنت برنت ثم استوب، يعني جبنا البرنت قبل الاستوب علشان اتأكد من ان كل حاجة خلصت. بعد كده لا امشي عادي امشي عادي امشي عادي خالص خالص خالص، بس تعالى في الاخر واعمل لي امر جديد اهو اهو ده بتاع التجميع بقى. اد اضيف الاس اللي هو النت سالري تو سم بس، وبعد كده جوت وان وكل حاجه زي ما هي. معنى كده ان اللي انا ضفته دلوقتي عباره عن امرين، امر اولاني مع العداد زي ما قلت له ان ايكوال زيرو، قلت له كمان امر جديد سم ايكوال زيرو. احجز لي مكان اجمع فيه سميه سم وتاكد انه زيرو عشان ده يبقى فاضي هبدا اجمع عليه. بعد كده البرنت جبناها قبل الستوب تمام، ما جبتهاش تحت في الاخر، لا جبتها قبل الستوب. وبعد كده الامر الاخير اللي ضفته اللي هو ضيف الاس اد الاس تو سم. يبقى كده هو كل ما يحسب صافي اجر تمام بيروح ضايفه على صافي الاجر اللي قبله اللي قبله اللي قبله، يفضل كل مره يضيف 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 لغايه ما في الاخر خالص لو هو خلص كل حاجة ها يبقى عنده الصم ده في اجمالي اجور كل العمال. فلذلك اما اقول له برنت يعمل لي برنت للايه؟ ها للتوتال بالاضافة طبعا لي يطلع لي كده كشف، ادي كل عامل اهو، ادي صافي اجره، وفي الاخر ادي التوتال بتاع الاجور بتاع العمال ايه؟ ها كلها، يبقى ادي ها مجموع الاجور، يبقى عندك اجر كل عامل، وعندك كمان التوتال نت سالري. دي الافكار الرئيسيه اللي بتبقى موجوده في اعداد الخرائط التدفق. وبرضه ان شاء الله واحنا بناخد الامتحانات والتطبيقات برضو ممكن يكون عندنا ان شاء الله اكتر من مشكلة او بروجرام بنعمله، بيكون عندنا فيه تدريبات اضافية. وبكده يبقى احنا انتهينا من استعراض المشاكل الرئيسية والنقاط الاساسية في عملية البروجرامينج بروسيس، واللي زي ما قلنا ركزنا فيها على البروجرام فلوت شارت كأحد الوسائل الأساسية والرئيسية للإعداد البروجرامز، يعني أو ديزايننج أو البلينينج للبروجرامز، وأخذنا عليها الحالات التطبيقية بالأفكار المختلفة. ونأمل في نهاية الحلقة أن نكون قدرنا نقدم لكم معلومة مفيدة في مجال البروجرامينج، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة نترككم في رعاية الله مع أطيب الأمنيات بالتوفيق.